إذن 11 على ميد راديو، لقاءنا بكم مستمعنا مازال مستمر دائما خلال برنامج جولة لمولاتي مع فقرات متنوعة كلها إفادة. غادي نمشيو مباشرة الأسبوع المخصص للشيوات والحلويات من عند أمينة ابتسام من أكادير، اللي يعني بدينا معها الأسبوع البارح وغادي نكملو حتى اليوم الخميس بإذن الله. ألو أمينة. ألو صباح الخير سي سناء. صباح النور، لاباس عليك؟ لاباس الحمد لله، ربي يخليك. بخير الحمد لله، بارك الله فيك. انتوما لاباس عليكم؟ الحمد لله، مرحبا بسلامك. بارك الله، مشكوره جدا على كل الاقتراحات اللي كتقدمينا تبارك الله، يعني مجربين وساهلين، الله يعطيك الصحه. الله يبارك فيك حبيبه، ربي يخليك. عندي لك واحد السلامه سناء. اييه مرحبا. نعيمه، نعيمه الحي في الحي المحمدي باكادير، كتسلم عليك بزاف. اييه كتسلم عليك نعيمه بمراكش، كتسلم عليك وقالت لك كتتصل بك ولكن واقيلا ما عندكش الوقت باش تجاوبيها. واخا. وعندي لك واحد السلام عندي بديتها بمراكش، وقالت لك دعيو مع الاخت ديالها اللي توفات الله يصبرهم والله يرحمها ويستر عليها الرحمات. الله يشدد عليها الرحمات، يدعيو معاها ان شاء الله. الله يرحمها. وكنحيي كاملين المستمعات كاملين اللي كيتصلوا بيا، وكنحيي رفيده ام ادب اكادير وعائلتها، وكنحيي مريم شليح حسان من الرباط وعائلتها، وسعيده بالدار البيضاء وعائلتها، وتحيه الحفيده بمكناس اختصاصيه بالطبخ الحلويات كنشكر لها بزاف. اييه. ونعيمه ومعيسى وكل المستمعات كاملين كنشكرهم بزاف واللي كيتصلوا بيا بزاف. اييه، تحيه لكل المستمعات اللي كيتواصلوا اللي كيشاركوا اللي كيسمعونا دائما. نبدو على بركه الله، شنو اقتراحاتك اليوم امينه؟ عندي شهيوات الغداء ان شاء الله ديال عاشوره ان شاء الله، ولكن شاء الله. الاول نعطيك واحد الفشار بالكراميل اللي هو القليه بالكراميل على حساب العاشوره، حتى هي كتجي. اييه، حتى هي دابا ولا اختلاف، واحد كيقدم حويجات اللي هما جداد. اييه، وممتازه كيعجبوا الوليدات، كتعجب الوليدات بزاف. اييه، عندنا في المقادير هي سهله بزاف، عندنا كاس الحبوب، الحبوب ديال الذره. اييه، عندنا ربع كاس ديال الزيت مائده. عندنا كاس سنيدة وكاس الماء. اييه، نعاود، عندنا كاس الحبوب ديال الذرة، المهم الكاس باش تعبر تعبر به كامل. ربع كاس ديال الزيت وكاس سنيدة وكاس ديال الماء، ناخدو العناصر كلها كنديروهم في شي بلما. ياك، وكنحركوها شوية على نار متوسطة، ما تكونش مجهدة ولا ناقصة بزاف. اييه ايه، وكنحركوها حتى يذوب داك السكر صافي، وكنغطيو عليها نخليوها على نار متوسطه لمده 10 دقائق. ايه، حتى يذوبوا العناصر كاملين، وكنحسوا بها كتلصق ديك الساعه. ايه، كتلصق كتلصق لينا كيف كنديروا القليه، وديك الساعه كتلبس هي كامله بداك الكراميل. ايه، وصافي وكنحطوها في شي طبق قديم، راه كتكون مجموعه ديك الساعه، ولكن ملي كياكلوا فيها الناس دغيا كتحل. الكراميل كيجيك وكتجي مقلبله، كتجي رائعه. اييه، الطريقه ديالها سهله، اكيد ان شاء الله يجربوها. ان شاء الله ان شاء الله، عندنا ان شاء الله في الغداء ديال العشره ان شاء الله. عندنا الفيتا بالدجاج، ولكن بلا تريد، كنديروها بالبلبوله هكذاك. يعني هادو من التقاليد ديالاش، هادو يعني اش من نواحي اللي كيديروا مثلا هاد الطريق؟ المهم حنا اللي كنديروها هنايا من في اكادير. انا كنديرها بعدا، ما المهم ناخذوا ثلاثه البصلات مقطعين شرائح، عندنا نص كاس ديال الزيت البلديه تكون مخلطه مع الزيت الروميه، عندنا الدجاجة بلدية ولا العادية. ايه، هما بلدية كتكون حسن. ايه، تكون مغسولة ومن وزن 2 كيلو. ايه، وعندنا معلقة صغيرة ديال الزنجبيل، عندنا شوية ديال البزار وشوية ديال الملح، فهمتها؟ عندنا شوية ديال الزعفران ملون، شوية ديال الزعفران الحار، عندنا تقريبا 2 لتر ديال الماء على حسب باش نرويو. عندنا باقة المعدنوس والقزبر يكونوا مربطين. ايه، وعندنا 100 غرام ديال العدس، وعندنا 120 غرام ديال الفول الياب، ومعلقة صغيرة ديال السمن اللي بغا السمن. هادو هما المقادير. عندنا ثلاثة ديال البصلات مقطعين شرائح، عندنا نص كاس الزيت البلدية مخلطة مع الزيت الرومية، اللي بغا يدير كثر يدير كثر على حسب كل واحد ولي دام اللي كيبغي. عندنا الدجاجة بلدية ولا العادية اللي متوفرة تكون من وزن 2 كيلو مغسولة.
عندنا شويه د الملح والزعف وشويه د الزعفران الملون شويه د الزعفران الحر ومعلقه صغيره د سكن الجبير. عندنا 2 لتر د الماء باقا بالربيع تكون مربطه يكون فيها المعدنوس والقزبر 100 غرام د العدس و 120 غرام د الفول اليابس ومعلقه صغيره د السمن. هادو هما المقادير. وعندنا السكسو المهم بنادم يدوز السكسو يكون ديال الشعير بالبوله ديالنا تكون ما تكونش غليظه وجوج معالق كبار ديال الزيت المهم على حسب باش نفتلوه وشويه د الملح وشويه د السمن باش نحلوه في الاخير. المهم راه الناس كلشي كيعرف تحضير البلبوله. كيف كان يعني بحال 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 الكسكسو. والمهم كناخذوا البرمه ديالنا كنديروا فيها الزيت سخن على نار مهيله شويه ونشحوا فيها ديك البصله والدجاج والملح والزعفران والزعفران الملون والزعفران الحر وشويه ديال السكر الجبير اللي ذكرنا. كنشحوا الكل صافي وكنصبوا عليه الماء ما الكافي فاش تطيب شويه ونزهدوا على العافيه ديك الساعه باش تخليوها تطيب. وديك الساعه كنحضروا بالبوله باش تفور عليها عادي. ياك ملي كنشوفوا الدجاج طاب كنزوله وكنضيفو ديك البطاطا الربيع ولا كنخليوه شويه باقي الدجاج قبل ما يطيب بزاف كنديروا ليه ديك البطاطا الربيع باش يتنسم شويه ونضيفو العسل والفول يكونوا مغسولين. ياك اييه متبعين معاك. ياك صافي. المهم كنخليوه عاوتاني المهم حتى يقرب ديك البلبوله طيب وطيب داك الدجاج كنحيدوه باش ما يكيطحش في المرقه ونخليو العناصر الاخرى تطيب مزيان. صافي وكناخدو ديك داك البلبوله ملي كطيب كنحلوها في الاخر مع شويه الزبده وشويه السمن. اللي كيبغي الزيت البلديه كيديرها ايوا الزبده والسمن كل واحد الذوق ديالو. صافي وكنحطوه في طبق التقديم وكنحطوه عليه داك الدجاج وكنسقيوه بالمرقه مع البصله والعدس والفول وكنقدموها ملصقه بالمرقه ديالها. اييه بالمرقه ديالها الله يعطيك الصحة. تبارك الله عليك. هذه رفيسة بالدجاج بالنسبة لعاشورة ونتمنى المستمعات على أنهم إن شاء الله يعطيونا اقتراحات خاصة يعني بالشيوات اللي كنقدموا يعني في عاشورة في ليلة عاشورة هكا باش نعرفوا يعني التقاليد ديالنا وديال بلادنا وعلى حسب تنوع ديال الأقاليم وديال المناطق المغربية باش حتى حنايا يعني نتوارثوهم ونحتفظوا بهم في نفس الوقت. هي عندنا وصفة ثانية عندنا كسكسو بالكوكلي معمر بالقراعة الحمراء معسلة. واخا. إيه عندنا في المقادير 100 غرام د القرقاع عندنا كيلو ونص د القرعة الحمراء عندنا 5 د العويدات د القرفة عندنا 6 د معالق كبار ديال سنيدة يمكن ينقصوا الناس على حسب الحلاوة اللي بغاو. المهم عندنا معلقة صغيرة د القرفة مطحونة عندنا 100 غرام ديال الزبيب وعندنا 4 د الكوكليات مغسولين ومقطرين. أنا المهم درت هاد المقادير كل واحد على حسب اللي يقدر عليه. عندنا بصلة كبيرة مقطعة قطع صغار عندنا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون عندنا 50 غرام ديال الزبدة شوية ديال الملح وشوية ديال الإبزار وشوية ديال الزعفران الملون وشوية ديال الزعفران الحر ومعلقة صغيرة ديال سكن الجبير والماء الكافي باش نطيبو المرق. نعاودو نذكرو المستمعات بالبلوغ ديالك اللي كتبارطاجي فيه هاد المقاطع شنو سميتو؟ passiondecuisine.overblog.com passiondecuisine.overblog.com ولا يوتيوب كاين امونه مزيونه واحد امونه مزيونه كاين القناه ديالك او يعني في اليوتيوب لا ميم شوز بحال هكا. اييه وسكتو عاوتاني يتفور حتى هو عادي على حسب الكميه اللي بغات السيده. المهم كناخذو نعاود المقادير ونمشيو للطريقة. واخا نمشيو للطريقة. فوق شي برما فيها الماء كنديرو فيها داك السكسو يتفور بوحدو. ياك وفي الأخير ملي كيطيب كندهنو بالزبدة والسمن باش نحيدو هو أطا. ياك. من بعد كنحضرو داك الدجاج كناخدو في المقلة كنحمرو فيها القرقاع غير يتفهد شوية ما نخليهوش يتحمر بزاف. وكنقطعوه قطع صغار ونخليه شويه صاين نخليه شويه صاين للتزيين. ايه وكناخذوا القرعه الحمراء كنقيوها وتقطع شرائح
ونوضعوها في شي مقلة على نار مهيلة، ونضيفو جوج عواد القرفة وكاس ديال الماء، ونخليوها طيب ربع ساعة. المهم على أول مكان نضيفو الماء عيل الحاجة، إلا خصها الماء باش طيب كنزيدوه مرة أخرى، وملي كطيب كنزيدو عليها داك السكر وديك القرفة المطحونة ونحركو فيها مرة مرة حتى تعسل شوية، عاد كنزيدو عليها الزبيب يكون مصب من قبل وشويه هاد الكركاع، داك الكركاع المقطع قطعناه ونحركو فيهم حتى يتعسلو. من بعد كنزولو ديك العواد القرفه اللي درنا في الاول، وكناخذو شويه من الخليط كنحتفظو به الزين، والباقي كنعمرو به داك الكوكلي. ايه هما الطريقه مفهومه. ايه صافي، وكنسدو داك الكوكلي بالكوغدو وكنديرو في شي طنجره على النار مهيله شويه، ونديرو فيها شويه الزيت البلديه اللي عندنا وديك 50 غرام ديال الزبده، ونشحو فيها البصله وداك الكوكلي المعمرين، ونديرو الملحه والبزار والزعفران الملون والزعفران الحر والسكنجبير وثلاثه العواد القرفه اللي بقاو عندنا في المقادير، ونحركوهم شويه ونصبو عليهم لتر وربع تقريبا ديال الماء باش يطيبو فيه. ايه ونسدو على الطنجرة حتى يطيبو الكوكليات تقريبا 40 دقيقة، المهم كل واحد على حسب الطياب ديالو. ايه صافي، وكان ملي كيطيبو كناخدو طبق تقديم كنديرو فيه السكسو اللي فورنا، ونستفو جناب الطبق فوق السكسو كنستفو ديك الكوكليات، ونسقيو الفوق بشوية د المرقة مع البصلة اللي طايبة فيها الكوكلي، وناخذوا الكراعه المعسله اللي بقات عندنا كنصوبوها بجوج معالق باش كتعطينا داك لافوغ ديال المعلقه، وكنزينو بها الجنيبات. هي وكنحطوا عليهم النصوصات ديال الكركاع من الفوق ديال الكراعه وفوق ديال الكوكلي. هي الكركاعه كتمشي مع الكركاع يعني. صراحه مع المريقه الا بقات. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي سناء. المهم نمشيو نديرو الكسكسو بالقديد والحمص، ولا نديرو شي دجاج او ثاني نمشيو بالكسكسو اللي بغيتي. اللي بغيتي مرحبا، ناخذو كسكسو بالقديد بما انه يعني في صيبناه يعني في العيد. حنايا حنايا السواسه كنديرو الكسكسو بالقديد عاود ثاني عشره عاشوره نصاب في عاشوره. ايه عندنا زوج بصلات مقطعين شرائح، عندنا شويه زيت المائده وزيت البلديه، وعندنا القديد كنصبوه في الماء ليله كامله باش يديك الملوحه ديك الملوحه، وانا كنديرو شويه تغلى في الغسليه كنغليو شويه في الماء والثاني على حساب الملوحه اللي فيها. هي كناخذ جوج مطيشات مقشره ومقطعين قطع صغار، كناخذ معلقه كبيره د مطيشات الحك، زلافه د الحمص تقريبا 100 غرام، المهم على حساب كل واحد، يكون مصب في الماء ليله كامله. عندنا شويه د الملح والابزار، عندنا جوج لتر ديال الماء على حسب باش نرويو. الخضرة عندنا ربعة خيزو مقشر ومقسم على جوج ومنقي من القلب ديالو، وربعة اللفت مقية ومقطعة حتى هي على جوج، ربعة القرعة الخضرة منقية ومقطعة. هاد الكسكسو راه ما فيهش المقادير بزاف، هادو هما المقادير، ما فيهش الخضرة بزاف وما فيهش العطرية بزاف. هي اللي بغى يزيد في العطريه كيزيد شويه الخرقوم وشويه السنجبير. ايه حتى يكون القدي حتى هو يعني فيه العطريه نضيفو غير شويه باش ينسى. ايه صافي، هادو هما المقادير، زوج بصلات مقطعين شرائح كنديروهم في البلومه، كنزيدو عليها داك القديد والزيت، الزيت المائده والزيت البلديه، وكنسحروهم شويه، وكنضيفو ديك الساعه مطيشه مقطعه ومطيشه د الحك، وكنضيفو الحمص وندوري لي بزار والملح على حسب الذوق، حيت الملح ماشي بزاف، حيت على حسب ما نخلي ما نديروهاش كاع في الاول حتى نشوفو المريقه واش فيها الملحه. ياك باش ما نزربوش بالملح حيت القديد مالح يعني تيكون مالح. هي نحركو الكل مزيان وكنرويو بالماء. ياك اختي سناء. وكناخدو نفولو سكتو عليه عاود ثاني عادي ديالنا. ايه كنفولو عادي، راه السيدات كيعرفو كيفاش، صافي كنقدموه بالصحة وراحة، كنسقيو بالمرقة ديالو وكنحطو عليه الفوق القديد والحمص
وكنسقيو بالمريقه ديالو وكيتقدم مع المريقه ديالو شويه ديال البن الا كاين ان شاء الله. ايه هادشي اللي كاين ضروري البن مع كسكسو. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك امينه. الله يبارك فيك حبيبه. نعطيك فراخ دجاج محشوه بالكسكسو. ايه واخا. انا اليوم عطيت لكم غير داك الشيء ديال الكسكسو. ايه لا الله يعطيك الصحه مزيان مزيان نوعتينا في هادشي واد خاصه بعشرة وكل واحد كيختار واش ممكن يقدم رفيسه ولا كوكلي اللي قدمتي لنا ولا كسكسو يعني كيبقى المهم التنويع باش تكون فرصه على السيدات يختاروا داك الشيء اللي بغاو. هي عندنا جوج كوكليات على حسب الافراد الاسره اللي عندنا بصله كبيره مقطعه مربعات. واخا الا سمحت امينه معنا واحد الفاصل باش ما نقطعوكش فاصل وغادي نرجعوا نواصلوا باقي الاقتراحات من عندك. الو هاكي دايره؟ اوف خفت. انا لك كتلهتي قتلوني الدروج اختي. ما كراتش شي شقه في مشروع اقتصادي بالسنسور وكاينه اول مره بالدار البيضاء شقة اقتصادية بسنسور عند بساتين البيضاء أنوار المستقبل. شري دارك غير ب 25 مليون وتهني من محين دروج. ايوا نشري شقة من داك الشي رفيع هاد الهمزة ما خصها جدي. ايوا نزيدك الشطر الثاني راه غيبدا وسيري استافدي قبل لا يتسالى. المزيد من المعلومات على 0522 57 87 78. عندنا تفضل امينه. عندنا كوكلي معمر محشو بالسكسو ان شاء الله. عندنا زوج الكوكليات. ايه عندنا بصله كبيره مقطعه مربعات مكعبات. عندنا 4 معالق كبار ديال الزيت. عندنا 3 فصوص ديال الثومه. عندنا شويه ديال الملح شويه ديال البزار شويه ديال الزبيب. عندنا شويه ديال الزعفران ملون غير شويه ما نكتوش بزاف داك الملون. عندنا كاس كبير ديال كاس كبير ونص ديال الماء تقريبا المهم على حسب الطياب ديالك. ايه واخا. عندنا في الحسوة عندنا 200 غرام ديال الكسكسو يكون جاهز يكون حضرناه من قبل طايب. عندنا زوج معالق كبار ديال الزبيب. عندنا 3 معالق كبار حتى لربعة ديال اللوز مسلوق ومقلي. عندنا نص معلقة كبيرة ديال القرفة. عندنا معلقة كبيرة ديال الزبدة. ايه عندنا شويه ديال المسكه الحره مدقوقه. وعندنا معلقه كبيره ديال السكر سنيده. وفي التزيين عندنا شويه ديال اللوز المسلوق. نعاود المقادير. عندنا جوج فراخ ديال الكوكلي. عندنا بصله كبيره مقطعه مربعات. عندنا 4 معالق كبار ديال الزيت. عندنا 3 فصوص ديال الثومه شويه ديال الملح والابزار وشويه ديال الزبيب شويه ديال الزعتر ملون كاس كبير ونص من الماء. عندنا في الحشوه 200 غرام ديال الكسكسو يكون جاهز يكون مفور من قبل. عندنا ملعقه جوج معالق كبار ديال الزبيب. عندنا 3 معالق كبار حتى لربعة ديال اللوز مسلوق ومقلي. عندنا نص معلقه كبيره ديال القرفه معلقه كبيره ديال الزبده شويه ديال المسكه الحره مدقوقه مع شويه ديال طبعا. عندنا معلقه كبيره ديال السنيده. هادو هما المقادير. ايه عندنا نحطو الحشوه اولا كناخدو داك السكسو كنديروه في شي اناء وكنديرو عليه الزبيب واللوز مقلي يكون مهرمش والقرفه والزبده والمسكه الحره مدقوقه مع شويه السكر وسكر سنيده معلقه كبيره. كنخلطو العناصر مزيان وكناخذوا الكوكلي طبعا يكون مغسول من قبل ومن شويه يكون مقطر وكنعمروا بداك السكسو وكنجمعوا الاطراف ديالو بشي خيط طبيعي باش ما تخرج لينا العماره. هي في الطنجره كناخذوا شويه الزيت كنديروها في الطنجره وكنقليو فيها هذيك البصيله وكنزيدوا الثومه وكنشحروا فيها وكنزيدوا الملح الابزار سكن الزبيب الزعفران بجوج الزعفران الحر الزعفران الاخر اللي ما بغاش الزعفران الملون كيدير الخرقوم البلدي. هو احسن. ايه وكنديرو ديك داك الكوكليات اللي حكينا من الداخل وكنسحرهم شويه على نار البصله هي العطريه. ايه باش يتحمر داك الكوكلي شويه ونحركوه مزيان صافي. وكنضيفو ليه داك اللوز المسلوق اللي قلنا شويه ديال اللوز المسلوق اللي قلنا في التزيين. ايه هي كنديرو وكنرويو بالماء
ونغطيو على الطنجرة حتى يطيبو تقريبا 30 دقيقة، مهم على حسب الطياب ديالو، ومع الاحتفاظ بالقايم المرق في التقديم باش ما نخليوش حتى ينشف كامل، تبقى شوية ديك التغميرة صافي. وكنطيبو وكنقدموه كنقدموه بالصحة والراحة، مزوق بداك اللويزات وديك التغميرة ديالو. الله يعطيك الصحة أمينة، تبارك الله عليك، مشكورة اللي عطيتينا يعني اقتراحات نشيوات متنوعة خاصة بعاشوراء، وأكيد إن شاء الله نواصلوا معاك غدا بإذن الله، وإن شاء الله أسبوع بالكامل اقتراحات مميزة من عندك.